بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. بداية، برنامج مع القادة كل يوم أحد السادسة مساء نفس التوقيت ده، والإعادة يوم الاثنين غدا إن شاء الله الساعة 1 مساء. لكن البعض بيتصل أثناء الإعادة، ويمكن الإعداد مقدم لي مذكرة بأسماء المتصلين أثناء الإعادة ما بيكونش عندنا هو مباشر، فنرجو من الجميع الانتباه إن الإعادة ما بنعرفش نتلقى فيها اتصالات، بتبقى معادة. الأمر الثاني، برنامج مع القادة يود التواصل مع جميع المحافظات، كل محافظة فيها مكتب إعلامي، كل محافظة فيها إعلاميين، كل محافظة فيها من أبنائها اللي هو حريص على أن هذه المحافظة تتقدم ومصر كلها تتقدم. برنامج مع القادة يعلن أنه يتواصل مع كل المحافظات، سواء مكتب إعلامي خاص بالمحافظة أو مع الإعلاميين أو كل من يريد التواصل مع برنامج مع القادة. الأرقام ستظهر لاحقا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة من نوع خاص تحت عنوان ذوي الإعاقة أصحاب همم. فاسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ أحمد فؤاد محمود أمين ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن. أستاذ أحمد، أسعدتني وشرفتني. سعادة وشرف لي. الله يعزك حبيبي، الله يسلمك. كما يسعدني ويشرفني أيضا الأستاذ كرم العجماوي، خبير ومترجم إشارة. أستاذ كرم حبيبي، شرفتنا ونورتنا. شرف لي دكتور. الله يعزك حبيبي. مشاهدينا الكرام، أيضا معنا الأستاذ أيمن إبراهيم موسى، مدير إدارة ببنك القاهرة. أيمن إبراهيم يوسف. الأستاذ أيمن إبراهيم يوسف مدير إدارة ببنك القاهرة. أهلا دكتور. حبيبي أسعدتني وشرفتني. بداية إن شاء الله نقدر ننقل صوت كل إنسان على أرض مصر الحبيبة له تساؤلات، وكثير من التساؤلات أتت لبرنامج مع القادة. هنحاول إن شاء الله أثناء الحلقة أن احنا نستعرض البعض منها، لكن كما ذكرنا سابقا برنامج مع القادة بيتلقى كل الشكاوى على مستوى جمهورية مصر العربية، وبنحاول نعرض منها بس نموذج في كل حلقة، لأن لو حبينا نعرض كل الشكاوى التي تأتي إلينا عايزين أيام وحلقات حتى نوفي بالكم الذي يصل إلينا. مشكلة اليوم مشكلة تؤرق الشارع المصري، إنه راجح رقم 2. لما تصل لبرنامج مع القادة ضحية جديدة باسم محمود ناصر الجميزي ابن كوم النجار، تلقى محمود عدة طعنات مختلفة في جميع أنحاء جسده، وأبرزها طعنة في الرقبة أدى إلى قطع الشريان الرئيسي، وخمس طعنات في الظهر، وطعنة في الصدر، مما أدت إلى عدم التنفس، واستغل وقوعه على الأرض وأخذ يطعن فيه حتى غاب عن الوعد. وكما قال شهود العيان النجاني صديق لمحمود ويدعى أحمد سمير الدريني كوم النجار، أيضا لم تكن مشاجرة أو خلافا على شيء، بل ضربة الجاني على غفلة. مشاهدينا الكرام، معنا على الهواء مباشرة والد المجني عليه الحاج ناصر الجميزي. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي محمود وأن يخرج إن شاء الله سالم بإذن الله تعالى. نعم. عايزين الأول نطمن على حالة محمود، هي نسبة الإفاقة حاليا عند محمود كام؟ 8-9 كده يا باشا. كم؟ 8-9-15 كده. من 8-9-15. حاج ناصر حضرتك والد محمود. ايوه. محمود يعني معروف عنه في الشارع ان هو يعني بيصنع خلافات في الشارع، يعني له عداءات في الشارع، اسلوبه في الشارع غير منضبط اطلاقا. محمود ملوش اي اعداء، واصدقائه كلك يعرفوا عنه ان هو شخص مسالم ولا ليه، ومحبوب جدا بين اصحابه، وعمره ما عمل مشكله مره مع واحد من اصحابه، وعمره ما افتعل المشكلة مرة مع واحد من أصدقائه. طيب حاج ناصر، يعني الحالة الآن على الهواء مباشرة تعرض، حاولنا نتواصل مع نواب الدائرة عند حضرتك، للأسف
واحد بيعتذر وواحد يعني ما لقيناش نائب يتجاوب معنا ويخرج مع برنامج مع القاده ويتكلم. يا باشا هم النواب خايفين من اهل الـ من اهل الـ من اهل المتهم. يعني معلش يعني بعض الجرائد كتبت راجح رقم 2، ايه المقارنه بين الموقف ده وموقف راجح؟ هو يا باشا هو يعني انسان كان بيضح واحد، يعني هو كان بيموته غطى شريان رغبه وغطى احباله الصوتيه، ويعني ما فيش انسان كان قبلها بيوم قال لهم ان هذبح فلان بكره، قال لهم ان هذبح محمود بكره او هذبح شخص بكره، فاصدقائه فكروا ان هو بيهزر او بيقول كلام يعني في الهواء. يعني ما فيش واحد هيذبح واحد كده، ما ينفعش يعني عشان اي سبب ان هو واحد يضطر ان هو يضرب واحد يموته. يعني هو كان كده بيموته، غطى شريان الرغبه ده يعني موت انسان، بيموت شخص، مش بيهزر ولا بيعلم عليه ولا الكلام ده. طبعا حاج ناصر كلنا دعاء ان ربنا يشفيه ويطمنكم عليه، شكرا ليك. طبعا نداء للسيد وكيل وزاره الصحه والسيد معالي الوزير أن يتم علاج محمود. مستشفى في طنطا كما أبلغنا البعض للأسف غير الأمر هناك، يحتاج تدخل أكبر من مستشفى طنطا أو أكبر من جراح. لكن معنا على الهواء مباشرة معالي المستشار نبيل الوحش المحامي بالنقض والدستورية العليا. معالي المستشار السلام عليكم. وعليكم السلام يا اعلام يا محترم، ازيك يا رمضان بيه حبيبي، اسعدتني وشرفتني بتصلم عليك. ربنا يخليك يا فندم، ده انت اللي قامه وقيمه حبيبي. نبيل بيز، حضرتك شايف الشارع الفيومي والشارع المصري والشارع القاهري والاسكندراني والغربيه، كل محافظات مصر الان يجري عليها نموذج راجح رقم 2، احنا رايحين فين؟ لو ما احكمناش السيطره مش هيبقى في كل شارع ولا في كل حي، هيبقى في كل بيت. لا حول ولا قوه الا بالله، ده 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 كلام حقيقي. ليه؟ احنا انا اولا قبل ما اخد في اي مواضيع بحيي جميع الاجهزه الامنيه في مصر لانها بتحارب حاجه اسمها التطرف تمام والارهاب برعايه السيد الرئيس السيسي، دي حاجه. اول حاجه اثنين، ليه احنا زي ما بنحارب الارهاب والتطرف والعنف ما نحاربش ليه العنف والانحلال؟ تمام، ما دول عملتين، عمله واحده. تمام، عمله واحده وجايين لعمله واحده. نعم، اشد الانحلال والعنف اشد خطرا من الفكر الارهابي. تمام، لانه وصل للاعدادي الكارثه، انه وصلت ضرب المطاوي وضرب السنج وضرب البتاع للاعدادي. تمام، يعني سن صغير قوي. اتنين. نعم، انا النهارده المؤسسات القانونيه وبناشد اللجنه التشريعيه على وجه الخصوص والدكتور علي عبد العال. تمام، ليه ما نعملش اشغال شقه مؤقته او مؤبده او سجن مشدد للي بالمطوى القرن الغزال؟ ليه العقوبه بتاعتها شهر و50 جنيه غرامه؟ شهر و50 جنيه غرامه؟ ده اشد خطرا من الالي، لانه سهله الحمل وسهله الاستخدام. تمام، والناس اللي بيستخدموها ما بيعوش، بيضربوا على طول في مخطر، يا في الرقبه يا في القلب. تمام، الثلاثه، انت تعرف انه الدراما المصريه في السنوات الاخيره اشد خطرا على الجسد المصري من الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني عدو ظاهر، هذا مخفي، لكن الدراما المصرية بحجة حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الرأي ده خطر. تمام، أولا العنف بقت سنة عليها وزرها ووزر من اتبعها من المنتجين والمخرجين والممثلين والأفلام من نمبر 1 ونمبر 2 لما ودونا في داهية. أنا بكمل، أنا بقول وأشد خطرا على الاقتصاد المصري وعلى السلوك الاجتماعي. تمام، وعلى يعني الاقتصاد، انت عارف الاقتصاد المصري يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما امثل الاسطوره وامثل نمبر 1 وامثل ما اعرفش ايه، ويجي الشباب الصغير يقلد والسلاح سهل الحمل معاهم، وبعدين اصدر للسجون كميه كبيره من المتهمين ومن الاشقياء ومن المسجلين خطر، ما
ما انا الدوله مش فاضيه تاكل ناس جوه وتراعيهم وتربيهم لا انا عايز ابص لحاجات تانيه قدام. تمام. الدوله فخطر على الاقتصاد. تمام. خطر على السلوك الاجتماعي، البيت المصري دلوقتي بقى مهدد. خطر على السلوك النفسي. تمام. لان الولد تاني المقرب المتربي المؤدب بيخاف من الولد اللي معاه مطوه ومعاه سكينه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تيجي الناس تقول لك ايه؟ لا هذا الولد سنه 18 سنه والدستور المصري بيقول كده. لا يا اخوانا، راجعوا الدستور المصري، اذا تعارض مادتين في الدستور المصري فالعبره بالمحكمه الدستوريه تفصل بين هذا النزاع. يعني جينا عند موضوع راجح وقال لك لا ده القانون بيحدد 18 سنه للسن الصغير، ومصر وقع على اتفاقيه مع المستشار. انا ماليش علاقه بالاتفاقيات، مع احترامي ليك، اذا تعارضت الاتفاقيه مع دستوري ومع قانوني ومع عاداتي وتقاليدي ومع شريعتي الاسلاميه والمسيحيه تترمي الاتفاقيه في البحر. طب معالي المستشار، احنا معانا على الطرف، معالي المستشار، احنا معانا على الطرف الاخر، معالي المستشار نبيه لو تكرمت معانا على الطرف الاخر، الحاج ناصر مازال معانا على التليفون، والد المجني عليه، لو عايز يسال حضرتك سؤال ولا حاجه اوضح. حاضر، انا تحت امره. اتفضل. بس انا اكمل لك النقطه دي. اتفضل. النهارده انا الدستور بيقول ايه؟ مصر دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، ادي الماده الاولى. اثنين، الماده الثانيه، الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع. خلاص، يبقى انا اطبق ايه بقى؟ رمضان بايه؟ معالي المستشار، انا مع حضرتك، معالي المستشار، بعتذر بس حضرتك، هطلع فاصل وارجع لحضرتك، خليك معايا على الخط. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. قبل الفاصل كان معانا على الهواء مباشره في اتصال تليفوني والد المجني عليه الحاج ناصر محمود، والد محمود، وكان معانا ايضا معالي المستشار نبي الوحش، وكان الحديث مع معالي المستشار وبيذكر نقاط محدده ان بعض الافلام وبعض من يتخذون ان نجم كان سبب في ما وصلنا اليه الامور عند الشباب في مصر. معالي المستشار، مع حضرتك لتكمله الحديث، اتفضل معالي المستشار. أنا عندي حاجة اسمها تدرج تشريعي. تدرج تشريعي. الدستور ثم القانون ثم القرار ثم اللائحة. مرة تانية معالي المستشار، الدستور ثم القانون ثم القرار ثم اللائحة. ثم القرار ثم اللائحة. إذا كانت الدستور بيقول لي مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. تمام. وإذا كانت المادة 2 بتقول الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. تمام. وانا عندي سن البلوغ 15 سنه. تمام. شروط البلوغ في الديانه الاسلاميه حتى وفي المسيحيه وفي كل الاديان 15 سنه. تمام. ان يكون بالغ، ان يكون عاقل. تمام. اذا كان عاقل وبالغ استنى ليه 18 سنه؟ ده كلام مش مظبوط. تمام. والدستور مش قران منزل يتعدل، اذا تعارضوا مادتين مع الدستور المحكمه الدستوريه تفصل في هذا التنازع. طب معالي المستشار، معالي المستشار، اسمح لي، قيمه وقامه قانونيه زي حضرتك وانت ادرى مننا ان هذا الامر يحتاج ان هو يدرس تحت قبه البرلمان، لماذا معاليك لم تتقدم بمذكره؟ عشان كده بناشد، عشان كده بناشد الراجل المحترم دامس الخلق الاستاذ ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه، وبناشد أحسن. الدكتور علي عبد العال. تمام. ان هم الاثنين يعدلوا ماده الدستور اللي هي 18 سنه ويعدلوا القانون. عشان كده برنامج مع القاده يتفق مع معالي المستشار نبيل الوحش ويناشد معالي الدولة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان المصري الدكتور علي، وقيمة قانونية معروفة عندنا معالي المستشار بهاء الدين أبو شقة لإعادة النظر في دراسة هذا الأمر. معالي المستشار، ويصدروا تشريع جديد، أنا بناشدهم كمان يصدروا قانون جديد قبل نهاية الدورة في السنة دي
بتشديد وتغليظ العقوبات لموضوع المطاوي والسكاكين ده. لابد من دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز الدراما المصريه اللي اتعودنا عليها زمان وتربينا عليها انه تتراقب من المصنفات الفنيه وتتراقب من الاجهزه الرقابيه وتتراقب من الازهر او الكنيسه. احسنت معالي المستشار، احسنت. لكن اسمح لي بس حاج نصر الجميزي، حضرتك عايز توجه سؤال لمعالي المستشار؟ حاج نصر معانا على التليفون؟ معاك على التليفون بس الخط بيقطع مش سامع. في حضرتك معانا معالي المستشار نبيل الوحش، في حضرتك عايز توجه لي اي سؤال قانوني؟ انت الصوت بيقطع، انا مش طيب. بعتذر على سوء الاتصال. شكرا حق ناصر الجميزي، شكرا معالي المستشار نبيل الوحش، واتمنى اكون حضرتك معي على الهواء مباشره لمناقشه هذا الامر. مشاهدينا الكرام، هل ما وصلت اليه الامور بسبب غياب دور الاب في البيت، بسبب المناهج التعليميه، بسبب الافلام التي تسيء للشعب المصري؟ وللاسف البعض يكرم في جامعات، البعض يكرم من جهات ومؤسسات على اساس ان هو نجم وفايف ستار وامور كثيره جدا جعلت الموازين عندنا تختل. هذا الملف يجب ان يناقش ليس في برنامج مع القاده وليس في قناه واحده، لكن يناقش في كل القنوات وايضا تحت قبه البرلمان. مشاهدينا الكرام، نرجع لموضوعنا الاساسي في هذه الحلقه وهو تحت عنوان ذوي الاعاقه اصحاب همم. استاذ احمد، يعني بعدنا شويه عن الموضوع. لا خالص، لكن انا هنخطو موضوعنا. انا عايز حضرتك تعريف لذوي الاعاقه. انا بس استاذن حضرتك في دقيقه واحده تعقيبا بقى في سياق الامر ملح، يعني بيفرض نفسه يعني. تمام. سياده المستشار اتكلم من الناحيه القانونيه في الامر. تمام. مشكورا ولا نزيد عليه استاذ الجميع. تمام. احنا عايزين نتكلم في الموضوع في دقيقه واحده. اتفضل. من الناحيه المجتمعيه. انا بعتقد ان احنا في مصر بنحتاج لثوره مجتمعيه في الاخلاق. تمام. الله ينور. تضافر تبقى فيها الدوله والشعب، وعايزين حضرتك الموضوع يعني اقل شيء ان احنا نعمل حتى ماده الاخلاق من الصغر، يعني اهم من المواد العلميه حتى المواد الاخلاقيه، التربيه والتعليم للنشء. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. لان قبل ما نبص متاخر هو بيوصل لكده ليه وايه؟ طب ما انا اسسه، انا احارب ده. انا بالنسبه لي مع كامل احترامي القانون لوحده لا يرضع، بدليل ان عندنا قوانين في امور كتيره لا ترضع. تمام. لا تفعل او لا ترضع عن الجريمه ايضا. تمام. اما انا ارجع في الاساس اصلا للنشء وللاطفال والجانب السلوكي وابدا ابحث فيه، عندنا مجالات كتيره اذا كان في كافه الوزارات، الثقافه وشباب الرياضه والاوقاف، كل الجهات المعنيه التي تستطيع ان تجتمع مع بعضها لوضع سياسات للاطفال وتنشئتهم في مراحل والتوعية. مختلفه والتوعيه، المجالات كتيره. تمام. انا مش عايز اخرج عن السياق، لكن هو الامر فرض نفسه مهم جدا، مهم إن جدا. أنا اعقب وان شاء الله باذن الله مصر ان شاء الله يبقى في ان شاء الله باذن الله تعالى. هنرجع لسؤالنا، من هو صاحب اعاقه؟ هنقول التعريف البسيط لصاحب الاعاقه. نعم. نقدر نقول ان هو الشخص الذي يصاب بعجز معين في احد اعضاء جسمه. تمام. مما يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على نحو طبيعي، ويبقى عنده عدم القدره على تلبيه الفرد انه ما يقدرش يلبي متطلبات دوره الطبيعي في الحياه. ده التعريف العلمي يعني. جميله جميله. طب انا هستاذن حضرتك واروح للاستاذ كرم. استاذ كرم، طبعا انت دايما تدخل في اي برنامج مترجم. اعتقد اول مره ضيف. ده حقيقه وليا شرف يا حبيبي. الله يسلمك. بيفكرني برضو لما بروح في مكان او ما بكونش مذيع ابقى ضيف، احس الامور كده، لكن الوجه البشوش ده وان شاء الله. بس انا عايز اكمل كلام الاستاذ احمد، والاستاذ احمد عرف لنا من هو ذو الاعاقه او صاحب اعاقه. من خبرتك وتعاملك على مدار سنوات كثيره جدا، انت شايف اشد انواع الاعاقه اللي هي بتكون صعبه على صاحبها؟ طبعا الحقيقه هي اشد الاعاقات هي الاعاقه السمعيه، الصم وضعاف السمع. الصم وضعاف السمع اشد من النظر؟ لان دايره تواصله محدوده، يعني اكنه منفصل عن العالم. دايرة تواصله بسيطة جدا جدا ومحدودة بسبب قلة التواصل مع المحيطين به، خصوصا الخدمات الخاصة لكل فرد فينا. هو بيتعامل ازاي؟ الخدمات الحكومية أو مثلا اللي عنده أصم ده
ازاي بيدرك؟ تعامل ازاي؟ بالاشاره فقط؟ بلغه الاشاره فقط، فقط. او حركه شفاه لو عنده طبعا، لو هو يعني طبعا عندهم ذكاء عالي جدا جدا، لان احنا قلنا وربنا سبحانه وتعالى نعم بنقول هي نظريه علميه بحته بتقول ان كلما توقفت حاسه معينه عن اداء مهمه وظيفيه تنشطت باقي الحواس. الله، تاني الحته دي كده. كلما توقفت حاسه معينه عن اداء مهمه وظيفيه تنشطت باقي الحواس، بمعنى سبحان الله ان الصم وضعاف السمع، مفيش طبعا ضعف، في ضعف سمع، في عدم تحدث او هو يتحدث بلغه الاشاره، في طاقات او مهارات تعوديه ربنا بيعطيها له سبحان الله، يعني ذكاء كان العكس اللي هنا بيروح صحيح. ميزه وزياده في وازود كمان من معدل الطبيعي، يعني تلاقي عنده قوه البصر اعلى من معدل الطبيعي بتاعنا كلنا ما شاء الله، وتلاقي كمان الذكاء بتاعه عالي جدا جدا، ذكاء اعلى فعلا. تلاقي كمان الطاقه البدنيه فوق معدلها الطبيعي لكل الاسوياء سبحان الله. انا هرجع عشان اكمل حاسب حضرتك تروح بقى استاذنا، وانا سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهارده. حرمش منك. وانا اعرف عن حضرتك القراءه والقانون كان في 2018، وكتير انت كلمتيني عن القانون لم يصدر الا في 2018، وكانت حاجه جميله تحسب للحكومه المصريه اصدار هذا القانون طبعًا. اللي على ارض الواقع نتمنى ان هو يفعل. بس انا لغه الارقام شايفها عندك راجل بنكر بقى، يعني بتاع بنك بقى، لو طلبت من حضرتك قلت لك تعرفنا كده استاذ ايمن الاحصائيه عندنا في مصر للمعاقين كم تقريبا، يعني بالتقريب كده؟ هو على احصائيه 2016 كانوا 12.5 مليون معاق. 2016 12.5 مليون؟ 12.5 مليون معاق. امال حاليا كام؟ حاليا في ناس تقول 13 15، هو تقريبا يعني ممكن نقول بالظبط انهم 15% من الشعب. ليه بقى؟ حضرتك بتتكلم عندنا 15 مليون في مصر معاق. في 2016 كانوا 12 مليون و500، يعني تقريبا 15 ممكن يزيد شويه الى شويه. ممكن يبقى 13 ممكن يبقى 14 الله اعلم، بس هو في الحدود دي. انما عشان نقول كلام ما يتحسبش علينا، هو كان في 2012 في 2016 12.5 مليون معاق. عدد كبير، مش عدد كبير. مش عدد قليل. النسبه يقول لك 5% 6% ده اللي بنسمعه. هو اصل كمان يا دكتور، طبعا احنا انتظرنا القانون ده 42 سنه اللي صار في 2018 صار من سنه تقريبا، مش 14 اللي عدى تقريبا سنه حاليا. القانون ده جه شامل، جه كامل. انتظرنا 45 سنه 42 سنه 42 سنه جه دقيق جدا، دقيق جدا. تمام. شمل كمان اعاقات كتيره ضمها ما كانتش مضمومه. تمام. زي ضمور العضلات، زي الاقزام، زي الاعاقات الذهنيه، ضمهم وضم حاجات كتير، في حاجات جديده كتيره قوي. تمام. زي المعاشات. طيب. وطبعا المعاشات دي عايزه حلقه وحديها. لا انا مش انا عايز اطلع بفايده النهارده. ان شاء الله متكاملين كده مع بعض. الاستاذ احمد وخبرته، الاستاذ كرم ما شاء الله ونشاطه، وانت والناحيه القانونيه عندك، فانت نهيت بالمعاشات. انا هرجع للاستاذ احمد في نفس الجزئيه. يا استاذ احمد حضرتك كلمه المعاشات، هو في مشاكل بتواجه ذوي الاعاقه في المعاشات؟ بالفعل في مشاكل بتواجه ذوي الإعاقة في المعاشات. عايز أقول لحضرتك المشاكل بتاعتهم بتبدأ أساسا من الكوميسيون الطبي في تصنيف. عشان أخد معاش بعمل كوميسيون. طبيعي. ده طبيعي. مفيش مشكلة. تمام. بيتوجه للكوميسيون، الكوميسيون غالبا طبعا بيبقى محايد ما عندوش مشكلة. تمام. إلا إن في بعض التوصيف، في بعض الحالات الكوميسيون ما بيخرجهاش بدقة، لانه الكوميسيون مش متخصص في نقول ايه يعني، مش مفصول للحالات المرضيه كلها يعني. احنا عايزين يبقى في كوميسيون خاص حسب الحاله. تمام. لا خاص للمعاقين، لان المعاق بيروح عشان يعمل الكوميسيون. يعني مفيش معاق في لجنه خاصه بالمعاقين؟ لا مفيش لجنه خاصه. كله على ملأ وبيخش زيه زي غيره عشان يحدد. لا المفروض ان يبقى في كوميسيون خاص بالمعاق. تمام. يتعامل معاه، يبقى فيه تيسير عليه وتوفير عليه في الامور. تمام. الكوميسيون ايه المشاكل بقى اللي بتواجه الناس؟ من اخطر الامور اللي بتواجه ان لو المعاق اللجنه الطبيه سقطته او ما نجحش. تمام. فبيحتاج انه يعمل تظلم. تمام. فليكن انا هفترض مثلا عندي في الفيوم لما معاق يعوز يعمل تظلم، حضرتك يتوجه فين بالتظلم؟ يروح القاهره يا بني سويف. مفيش الفيوم؟ مش منطق يعني مفيش. يعني ما التظلم بقى ينتقل، يبقى انا اثقلت على المعاق في ان انا
نقلته شال ابنه او بيسافر او المريض اللي معاه، يبقى صعوبه سفر وجهد وماديات انا بيسر عليه ولا بصعب له؟ هي الفيوم ما فيهاش اطباء على المستوى اللي يسمح بانه التظلم يبقى هناك. حتى لو ما فيش انقل الطبيب من مكان تاني، بدل ما انقل المعاقلي ده اقل واجبيات، انقله اسبوع تمام، يبقى لجنه التظلمات كل اسبوع كل اسبوعين بالكتير ايسر عليه. ده جانب ان مفيش لجنه متخصصه. في جزئيه اخرى حضرتك غير الجزئيه دي، ان وقت تحديد الكوميسيون طويل جدا عشان حد يتقدم لتحديد نسبه اعاقه وياخد النمط 3-4 شهور. 3-4 شهور من ساعه ما يقدم؟ يعني ايه الموضوع او ايه المشقه؟ ليه ما يزيدش الموضوع في عدد الاطباء او الوقت الزمني الطويل؟ تمام. يعني ماشي. في ظل التوقيت ده وفي ظل التوجيهات بتاع الريس وفي ظل السرعه اللي بنتحرك بيها دي وفي ظل عامل المعاقين السابق اللي مر، لا ده احنا المفروض المعنى انه في خلال اسبوع او اسبوعين لو قلنا في شهر كمان معقوله يعني، انما ايه 3-4 شهور؟ تمام. انا بثقل عليه ولا بخفف عنهم؟ تمام، واخد بال حضرتك. في جزئيه اخرى برضو بتواجه في الكوميسيون، في بعض الامراض المزمنه اللي هي مزمن معروف مرض مزمن يبقى لن يشفى منه الشخص، تمام، او عنده اعاقه مش هيرجع تاني منها، تمام، بتر عنده حاجه، انت ليه تعمل له كوميسيون سنوي؟ عنده بتر وعمل له كوميسيون سنوي، ما اعرفش يمكن رجله ترجع له تاني او حاجه، عفوا للتهكم يعني. لا بنتكلم كلام منطقي. يعني طبعا احنا بنقول للناس دي، بنوصل صوتنا لوزاره الصحه، في تحفظ على بعض النقاط كتيرة، تمام، احنا بنيسر على الناس مش بنشق عليهم. اما التضامن الاجتماعي بقى مبدأ سؤال حضرتك، انا هنا التضامن خاص بالنسبة للمعاق انا ما بنوش عليه في شيء بقدر ما هو ده راجل بيجيله كوميسيون، ان جاله الكوميسيون النسبة محددة فوق 50% خلاص هو جهة صرف فقط. شؤون زحمة، انت قلت نقاط غاية في الأهمية. انت عايز كوميسيون خاص للمعاقين طبعا، مطلب شرعي. التظلمات بدل ما يتنقل لمحافظة غير محافظته يكون عنده في محافظته، الفترة الطويلة ملهاش داعي. صحيح. الأمراض المزمنة اللي هو لا يشفى منها، عنده بتر هيصحى يعني هترجع لرجله خلال السنة دي، يعني كلام منطقي جدا. أنا هروح للأستاذ كرم، بس قبل لما أروح للأستاذ كرم معانا الحاج ناصر والد المجني عليه، عايز يرجع لنا مرة تانية. السلام عليكم حاج ناصر. السلام عليكم حاج ناصر. طيب الخط فصل مره تانية. استاذ كرم، يمكن حضرتك شفت الاحصائيه الكبيره ما يقرب من 15 مليون. الاستاذ احمد وضح جزئيه مهمه جدا، بعض المشاكل اللي بتقابل المعاق. انت تخصصت في حته مهمه جدا وهي اصعب الاعاقات اللي هو الصم. انت حضرتك شايف ايه المشاكل اللي بتقابل الصم، او انت من خبرتك مريت بمواقف معينه جدا حسيت بالمعاناة اللي بيعاني بها الشخص اللي هو مصاب بهذه الإعاقة الصم؟ هو طبعا الصم يعني مشكلات ومشاكل كبيرة جدا كتيرة بصراحة، بس هي على رأسها البطالة، دي مشكلة كبيرة جدا جدا، وعايز أكد وأقول ما أنت قلت إنه صعب يتواصل مع البطالة، إن لازم أوفر له وظيفة ملائمة لظروفه الخاصة، تمام، مش هقول إعاقته، هقول له ظروفه وطاقاته ومهاراته، تمام، الأصم عنده طاقاته ومهاراته وإبداعات جميلة جدا جدا، تستثمر صح وتتحط طاقات صح عشان ينتج، تمام، لازم يتوظف صح. وبنقول دايما إن الصم هو عنده مهارات تانية، إحنا لو استثمرنا صح فعلا هتجيب له إنتاج لنفسه ولبيته ولبلده، وإن لم نستثمرها هلاقي حاجة سلبية. لأن بنقول دايما هذه الطاقات مهمشة ومهملة، وإهمالها هي في مثابة قنبلة موقوتة. طب ليه أنا أفيد بيها البلد وأخليه يفيد بيه هو يستفيد بيها، يحصد ثمار إبداعه وطاقاته ومهاراته، تمام، يتوظف صح. مشكله البطاله دي مشكله كبيره جدا جدا. انا حضرت كذا موقف بصراحه، يعني عايزين موقف كده يعني من ضمن المواقف دي. هو الحقيقه انا اللي اتذكره قريبا من حوالي شهر بالظبط، كنت مدعو في جامعه 6 اكتوبر لتدريب ومحاضرات لغه اشاره في جامعه 6 اكتوبر تحت رعايه معالي الاستاذ دكتور جمال سامي رئيس جامعه 6 اكتوبر ومحافظ الفيوم سابقا، والدكتور سعيد عميد كلية التربية، محاضرات لغة إشارة. وبعد الانتهاء من المحاضرات وأنا خارج على باب جامعة 6 أكتوبر وجدت شاب أصم يحمل في يديه مجموعة من الورق ويقوم بتوزيعها على الطلبة في وقت الدخول والخروج، فطبعا ورق صغير كده مكتوب فيه بعض المصطلحات الإشارية
مطبوع فيها بعض المستحقات الشرعيه بيوزعها على الناس عشان ايه؟ بمقابل مادي ضئيل جدا جدا، جنيه. يعني يدي الواحد ورقه ياخد منه ياخد جنيه. يعني انا بس بيقدم لي ورقه فبيدهاني، فانا بصيت له بصراحه وبلغه الاشاره وبتخصصي كلمته قلت له في وظيفه احسن من دي ليك، تنفعك مستقبلا وتضمن ليك معاش وتضمن ليك تامينات وتضمن ليك كذا كذا. قعدت اقول له مميزات ان يكون في وظيفه احسن من ديت. تمام. قعد يقنع فيا ان هو مش لاقي وظايف، وان هو تعب من التهميش والاهمال والاقصاء في المجتمع، وانه مش لاقي مكان ياكل فيه عيش، وانه بيعمل كده انه مضطر وغصب عنه علشان عنده زوجه وعنده ابناء صغار في مدارس، وبيشكي من غلاء الاسعار في المواد الغذائيه والكهرباء والميه والغاز. بدا يحكي عده مشاكل. تمام. انا واقف بصراحه قلت له بس برضو اللي بتعمله ده مش صح، ده في مثابه استحسان عطف الناس وش حياتها غلط. انت مقامك كأصم، انت ليك مكانه كبيره، ليك مكانه في عين ربنا قبل ما يكون يعني في عين البشر. يعني كرم، انت بتقول مثلا الاهمال لي ادى ان هو يصل الى هذه المرحله. طبعا. وكان بالامكان هو يستفيد والدوله تستفيد لو كانت عمل مشروع او تم استخدام امكان. شيء جميل جدا. انا هروح بس للاستاذ معانا مين الاستاذ رجع لنا معانا الحاج ناصر الجميزي والد الضحيه المجني عليه محمود ناصر. اتفضل الحاج ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لحضرتك انا بنظر دلوقتي بشوف، عاوز اسال ان ابني، عاوز حاج ابني يوصل ينقل قصص العادل، ما ابني حاج ما يضحش. تمام. يعني انت عايز حق ابنك قانوني يرجع ليه. القصص العادل. طب ايه اتفضل. وطارق ان حضرتك دلوقتي خليك مكاني، انا اب متعلق بروح ابنه، ابني مرمى في المستشفى دلوقتي، الدكاتره وصلوا معاه للاخر، ما بتقدمش، حالته ما بتتقدمش. دلوقتي هو يعني قد يكون فقد الوعي. يا دوب هو بيبص بعينيه بس مش حاسس باي حاجه. ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب. وبقى له فتره على كده. تمام. وبالنسبه انا طالب كمان السيد وزير وزير الصحه او رئيس الوزراء يضرب بعين الاب او بعين الرافه ان يبعت قنصلته ولا ينقل محمود لمستشفى كبيره تكون فيها نتيجه احسن لمحمود، لان محمود حالته في الجامعه الواحد ما بتتقدمش بغلا فتره. ما فيش حد من المسؤولين زار محمود، حد من اعضاء مجلس الشعب، حد مسؤول في المحافظه الغربيه. اعضاء مجلس الشعب يا باشا ما رضوش يدخلوا معاك، خايفين من اهل الجاني، خايفين يخش معاك من اهل الجاني عشان خايفين على نفسهم. ليه خايفين يعني؟ ليه خايفين؟ خايفين عشان الانتخابات، خايفين على نفسهم عشان يقف معاهم في الانتخابات. الناس ديت الاهل الجاني دول ناس عندهم رتب وناس عندهم ناس واصلين، فخايفين يتكلموا منهم. لا حول ولا قوه الا بالله. كده انا عرفت السبب ليه ان هو ما دخلوش معايا على الهواء النهارده. طبعا نداء للسيد رئيس الجمهوريه. شكرا حاج ناصر. بضم صوت لصوتك. اتفضل في حاجه اخيره عشان الوقت بس نسمع. ان ابني ينظر لي وزير الصحه ورئيس الوزراء بعين الاب بس. يشوف قنصلته دكاتره او ينقلوه مستشفى كبيره بحيث ان المستشفى هنا جابت معاه اخرها. طيب حالته ما عادتش بتتجدد. انا هتابع معاك ان شاء الله وقلبي معاك. وطبعا نداء للسيد رئيس الجمهوريه، يعني ايه عيله واصله؟ يعني ايه رتب؟ احنا في مصر في 2020، خلاص دخل 2020، مصر اتغيرت، ما عادش الكلام ده كان زمان. دلوقتي خلاص يا جماعه كل واحد بياخد حقه من القانون. اتمنى من وكيل وزاره الصحه بالغربيه يتصرف يتحرك، اتمنى من وزير الصحه يزور الشاب ده، يمكن ولد المجني عليه بينادي كل حاجه، خليك اب، اتصرف كاب. يا جماعه بعض المسؤولين لو كان الولد ده لاعب او ممثل كانت الدنيا كلها جريت. ليه كده؟ ليه الوضع عندنا؟ يا جماعه انا بتكلم يمكن في امور داخليه عندي، انا بعض المشاكل وصل لنا البرنامج مع القاده، الواحد ما بيحبش يعرضها لان ربما الانسان يقول لك هم بيصدروا صوره سودا ليه؟ ما بنصدرش صوره سودا يا جماعه، احنا مع مصر وبنحب مصر وبنعرض الايجابيات قبل السلبيات وبنعرض السلبيات بادب، لكن الى متى؟ الوضع لازم تدخل، يا جماعه اي انسان مسؤول مش قد المسؤوليه يتفضل يسيب المكان لغيره، اي وزير يا جماعه يتصرف ان هو الكرسي مش دايم له، الكرسي ده كام واحد قعد عليه قبليك؟ اي انسان عضو مجلس الشعب يعني ايه ما تقفش مع مظلوم؟ احنا ما وصلنا الى ما وصلنا اليه اللي اصبحنا نجامل القوي على حساب الضعيف. لو هتستمر الامور على كده يا جماعه مش هينفع، لازم وقفه مع كل صاحب ضمير، مع كل انسان بيحب مصر، لازم نقف مع الشباب. احنا عندنا امور كتيره جدا. تخيل انت لو شاب ومش عارف تاخد حقك،
موضوعنا النهارده لو انت معاق ومش عارف تاخد حقك، طب هتروح فين؟ هتتصرف ازاي؟ استاذ كرم لسه من لحظه بيقول قنبله موقوته. طيب لكن الدوله عملت قوانين، يمكن معذره على الانفعال، لكن امور كتيره جدا ليس كل ما يعرف يقال، لكن والله من حب لمصر ومن خوفي على مصر، واقسم بالله انا مقدر الثمن الحريه اللي انا واخدها ببرنامجي والله، وهذا الامر على راسي من فوق كل مسؤول في مصر. المساحة اللي أنا واخدها عارف إن هي كبيرة جدا جدا، والحرية اللي أنا واخدها في الحديث شيء يشكر عليه كل مسؤول في الإعلام المصري، لكن الواحد برضو لابد إن نعالج الأمور بعقلانية. أستاذ أيمن معلش يمكن أنا رحت بعيد، هرجع لك تاني في صلب موضوعنا بقى، القانون، إيه إيجابيات القانون؟ إيجابيات القانون زي ما قلنا قبل كده إن هي أولا الإيجابية في العصر ده بقى مش في القانون بس، اتجاهات السيد رئيس الجمهورية. يعني انت شايف القانون مرضي؟ القانون مرضي جدا. تمام. بس هو يتنفس. ما هي دي مشكلتنا في مصر. قانون ما شاء الله. يعني القانون مرضي مش مرضي وبس. القانون دقيق كامل مرضي كده يعني. فانا انتهز فرصة اتجاهات السيد الرئيس. وهتكلم بقى. يعني عايز اقول ايه اللي ممكن يتعمل؟ انا لسه بقول شكر الاعلام المصري بديني حريه ان انا اتكلم براحتي، وانا الحريه بين لحضرتك لاني اعرف عقل حضرتك وتقديرك لازم خذ راحتك خالص في البرنامج. ما هو الذي يريده الاستاذ ايمن ابراهيم كراجل دارس وراجل بنكر مسؤول كبير جدا وبيتحدث الان، وزي ما الاستاذ كرم قال متحمل مسؤوليه كل ذوي الاعاقه اللي هم منتظرين منك، ماذا تريد ان تقول للدوله بدايه من رئيس الجمهوريه الى كل مسؤول على ارض جمهوريه مصر العربيه؟ بدايه انا عايز نفسي يكون في وزارة المعاقين، 15% تقريبا من الشعب المصري. جميل. محتاجين وزارة. تمام. ويكون الوزارة ياريت معاق. ليه؟ لأنه يحس قوي ساعة ما يتأخر في تنفيذ، هيحس بالمعاناة اللي بيحس بها. اسمح لي برضه أوجه الشكر من خلال برنامج مع القادة للنائبة نشوة محافظة الفيوم، فعلا اتفق مع هذا الكلام تماما، لأني عشان حاسة بالمعاق بتتحرك كويس جدا جدا، بالعكس بتأدي ما لا يؤديه من الأسوياء. تفضل. أنا كنت مع الأستاذة النائبة نشوى امبارح على التليفون، واتكلمنا في بعض الأمور برضو الخاصة. طب سريعا بقى، لأن أنا خلاص أنا وقتي بقى لي تقريبا 10 دقايق والوقت معاك وعايز حلقات. أنا هتكلم اقتراحات كده بعد، هتكلم بسرعة. تمام. إحنا عايزين وزارة. وزارة كان كل حاجة المفروض إن أنا أتكلم فيها باستفاضة، ولكن ماشي هناخد بس رؤوس أقلام. عايزين وزارة. تمام. عايزين خط ساكن للشهكاوي والإغاثات. تمام. خط ساخن يرد عليا، مش خط ساخن يقول لي تعمل، خط ساخن يقضي معايا، حد يتلقى مباشرة منه. تمام. واخد بالك؟ نفسي قوي. تمام. 5% مهمة جدا تتطبق، ما تبقاش حبر على ورق، مع ان المفروض هي مش 5، المفروض 15. المفروض 15 لكن امنا بالله ان هي 5. المفروض ممثلين ذوي الاعاقة في مجلس الشعب تبقى محددة. تمام. لان احنا 15 مليون، 15%. رقم 4 واخد بالك؟ رقم 4 احنا عايزين ندي تعليمات لكل المصالح الحكوميه انها المعاقين اللي عندهم له الاولويه، دور شباك خاص. ده بالنسبه للمواطن المعاق. انا بتكلم على الموظفين كمان المعاقين. تمام. للقطاع العام قطاع خاص، مش هنذكر اسماء. تمام. لان في ساعات العمل ساعه، في الاجازات 45 يوم. تمام. في التنقلات مش المعاق غير مفعله، مش اي حد. تمام. ينقله غير. تمام. بطريقه ليه طريقه معينه في النقل يعني. تمام. لازم تليق بيه يعني، ما ينفعش ان انا انقله اوديه حته تانية او فرع تاني هو ما يقدرش عليه. تمام. واخد بالك؟ عايزين حمامات في كل الحمامات في كل المصالح. تمام. عايزين واحد يكون متخصص لغه اشاره وكل إدارة. يترجم في لغه اداره. تمام. عايزين لغه اشاره في كل مؤسسه يعني. تمام. عايزين عوده قانون الانديه الرياضيه، لان ده لغوه. كان المعاق ليه نسبه في انه ياخد في الانديه الرياضيه. تمام. تخفيض في الاشتراك، دول لغو. عايزين توعيه في بعض الامور كمان مهمه جدا بالنسبه للسيارات المجهزه. تمام. تخيل حضرتك انا عشان اجدد العربيه واشتري سياره مجهزه تاني، لازم اقعد 6 شهور من غير عربيه. 6 شهور. طيب انا عشان بس وقتي، استاذ احمد انت حضرتك شفت الحلقه ماشيه ازاي. طب لو قلت للاستاذ احمد كلمه اخيره بقى عايزين نوجهها نلخص فيها كل حاجه، ايه المطلوب اللي ساعد بيه المعاق؟ انا حضرتك القانون المرضي، احنا قلنا اول حاجه ان احنا عاوزين، حضرتك لسه قايل قوانين بتسن ولكن تفعيل وتنفيذ القوانين.
تنفيذ القوانين. اه طبعا تنفيذ القوانين. انا يمكن لحضرتك بالنسبه للكلمه الاخيره، انا بحب دايما انهي دايما امور بحاجه ايجابيه عشان الناس دايما بنتكلم في انتقادات وسلبيات. لا، احنا في عندنا برضو رضا بما تم انجازه، صحيح بنطلب المزيد تمام، ولكن لازم نثني على القائم او الحالي او ما تم. يعني انت عندك دلوقتي حضرتك في معاش الضمان الاجتماعي، في شغل كويس جدا كويس. عند حضرتك اللجنه البرلمبيه عندنا بيحصل المعاقين بيسافروا بره وبطولات وبيحصلوا على جميل. بطولات كبيره وعالميه وبيكرموا. وزارة الشباب قايمة بدور كويس في الجانب ده، وخصصة إدارة خاصة لذوي الاحتياجات. جميل. التربية الخاصة اللي موجودة في كل المدارس، التربية والتعليم تمام، اللي اشتغلوا على الجانب بتاع موضوع الدمج اللي تمام. اتعمل بقى جميل، اللي هو عايزين برضو نقول الناس بسرعة الدمج، ان الطفل اللي بيبقى عنده نسبة معينة بتعدي 65% من الذكاء ل 84 بيؤخذ وبيبقى مع الأطفال الأسوياء في المدارس، ده بيرفع من إمكانياته ومن مداركه، يعني عمل شيء كويس، خلى أولياء الأمور اللي كانوا بيخجلوا من ابنه المعاق بقى دلوقتي لا بيوديه المدرسة ومع الأسوياء تمام. وموجود الجانب بتاع السيارات المجهزة جانب إيجابي، باستثناء الجانب السلبي بتاع استغلال بعض أصحاب الإمكانيات يعني المعاق. القانون كويس بس التطبيق بتاعه احنا بنطبقه غلط، لكن هو القانون في حد ذاته واحنا مستفيدين منه، قانون كويس جدا، لكن دايما الناس بتاخد السلبيات دي حاجة تانية. صدقني لو مفيش في الحلقة غير الأضاف ودايما والإيجابيات دي كافي أول حلقة ما شاء الله. يعني مصر بخير وجميلة وجاية واحنا الأفضل، وهنطالب بأكتر وأكتر، خاصة احنا ثلاثة بالمصادفة يعني في 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 احد الاحزاب السياسية بنشتغل على ده، ومسكين امانة الاعاقة في حزب مستقبل وطن، وبنعمل اللي نقدر عليه في حدود امكانياتنا المتاحة، نساعد بيها الناس وبناخد بيها طلبات معينة، واللي بنقدر نأديه او نعمله للناس بنسعى فيه جميعا يعني من خلال الحزب. انا شاكر ليك استاذ كرم، كلمة اخيرة من حضرتك. الحقيقه طبعا الكلمه انا بوجه طبعا كل الشكر ده لسيادتك وللكوكبه اللي مع ضيوفنا الكرام النهارده. اسمح لي اوجه رساله لفخامه الرئيس الجمهوريه. اتفضل. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. فخامه الرئيس، انا احمل لمعاليك ولفخامتك شكر وتقدير وحب وتأييد 7 مليون اصم على مستوى الجمهوريه، بيحبوك وبيقدموا لك اشارتهم، اشاره بنحبك، وواخدين واثقين جدا جدا في ادارتك الحكيمه لمصر، ان مطالبهم مشروعه وده حق، لان يعني الارتقاء بالاصم في مصر وفي المجتمع المصري حقوق انسان وليس احسان. مطالبهم محتاجين نبص لهم شويه، محتاجين بياخدوا حقوقهم فعلا على اكمل وجه، بس محتاجين نزل لهم بالعقبات ان ياخد حقه بسهوله مش بس بمعوقات. رساله جميله، رساله جميله. حبيبي رساله اخيره. طبعا احنا بنشكر رئيس الجمهوريه، ده يعني القانون ده وجبه يعني متكامله زي ما قلنا، ووجبه جميله، انما نفسنا يطلع معالي رئيس الوزراء يقول لنا يا جماعه الدمج بين معاشين هيتطبق يوم كذا تمام، السيارات المجهزه للمعاقين ذهنيا والصم يتطبق يوم كذا، واللي هيسوقها في كده يعني تمام. محتاجين، انت محتاج تطبيق القانون، تطبيق القانون، ومحتاج السيد معالي وزير رئيس الوزراء يطلع يقول لنا امتى طيب. لان سيادتك ده سنه. انا شاكر ليك جدا جدا اللقاء الجميل ده. 30 سنه اتفضل. هي نقطه جديده اتفضل. السيده المطلقه اللي بتحصل على معاش لو تزوجت المعاش بينقطع تمام. النقطه دي كلمني فيها حد متجوز معاقه، لو شجعنا ان السيده المطلقه لو تزوجت لوزيرة التضامن لو تزوجت معاق تمام ولن يقطع عنها المعاش لو وضعت في القانون، هتبقى جزئيه جوهريه جدا. يعني جميلة. انا شاكر ليك يا استاذ احمد، شاكر الكرام، شاكر الاستاذ ابراهيم، ايمن ابراهيم. مشاهدينا الكرام، يعني شفتوا كده رساله السيد رئيس الجمهوريه، الاستاذ ايمن ابراهيم قال المعاقين يصل ل 15، الاستاذ كرم راح لتخصصه وقال 7 مليون، وانا بوجه رساله باسم 61 مليون شاب على ارض جمهوريه مصر العربيه يناشدون السيد رئيس الجمهوريه، عايزين يقربوا اكتر لحقوقهم. القانون جميل بس تنفيذه صعب. انا شاكر للسيد محافظ الفيوم ان هو التقى بوفد قريه سرسنه، الالتقاء جميل زي ما القانون جميل بس هتفعل هذه الامور. انا شاكر لكل شاب بتواصل معنا، معذره ان انا ما اتكلمتش النهارده عن المسابقات رغم كان في ترتيبات واتصالات بس لضيق الوقت ما
قدرناش ناخدها. بعتذر ايضا لكل متصلين برنامج مع القاده، لكن على وعد ان شاء الله ابتداء من اليوم هنتلقى من كل المحافظات من هو المسؤول عن المحافظه يتواصلوا مع برنامج مع القاده. التليفون سيعرض الان امامكم، اي حد في اي محافظه عايز يتواصل مع برنامج مع القاده يشرفنا وينورنا. حاجه اخيره جدا يا جماعه، اي انسان بيطلع معنا ببرنامج مع القاده لا بيدفع حاجه ولا بياخد حاجة، ضيوفنا كلهم شرفاء، ضيوفنا كلهم ناس وطنيين، ناس خدميين. برنامج مع القادة يتمنى مصر بكرة أفضل. شكرا لكم، وإن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.